شكرا للإخوان الصحفيين من موقع قنطرة 36. دونك نشكركم على الحضور ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بهذه الجماعة ديال بوخنادل، الجماعة الصغيرة ديال بوخنادل، جماعة اللي هي واحدة من أربع الجماعات ديال إقليم سالا، جماعة اللي كانت تخلقت ب 2008 بعد تقسيم الجماعة القروية السابقة جماعة القروية البسيطة بوخنادل، واللي تعطى هذا التقسيم اللي اتجه عنه جماعة سيدي بوخنادل والجماعة ديال حامر. الجماعة اليوم جماعة صغيرة ولكن التحديات ديالها كبيرة، جماعة اللي تمتد على واحد المساحة ديال تقريبا 2500 هكتار اللي تيشملها واحد تصميم تي ا اللي تصادق عليه في 2018. الجماعة تتمثل اليوم واحد المتنفس ديال عمالة سالا على اعتبار انها الاعتبار المشاريع الكبرى اللي تضم هذه الجماعه هذه، بدايه بمشروع المنتزه اللي تشرف عليه شركه العمران، اللي هو واحد المشروع اللي تيمتلى واحد تيمتلى مساحه ديال 100 هكتار فيما هو سكني اقتصادي مفتوح للعموم، وفيما هو سكن لايواء سكان دور الصفيح ديال مدينه سالا. كاين كذلك المشروع ديال الضحى اللي تمتلى زيت على واحد المساحه ديالها في 500 هكتار، هو مشروع سياحي امتياز، ولكن في نفس الوقت هو المشروع اليوم اللي يعتبر مشروع ديال سكني ديال هذا البند ديال بوخنادل اللي تيستافدوا منه عدد ديال الساكنه المجاوره لزعما فيها الرباط وسعلا وقنيطره. المشروع اللي كما تعرفوا فيه خامات سياحيه، فيه ملعب ديال الجولف من مستوى رفيع، وكذلك بطبيعة الحال شاطئ الأمم اللي تعتبر من أجمل الشواطئ ديال هذه المنطقة هذه. وبالمناسبة اليوم شاطئ الأمم راه تيستعد إن شاء الله في هذا في هذا في هذا الصيف أننا نحصلوا على اللواء الأزرق في العمل اللي تقوم به بالشراكة مع مؤسسة محمد السادس للبيئة، وكذلك شركاء العمل ديال سالا والشركة ريضال وجميع المتدخلين اللي غيساعدونا باننا ان شاء الله نحصلوا على هذا اللواء اللي غيكون شرف لمدينه بوخنادل وكذلك لمدينه سالا اعتبار يكون اول لواء ازرق في هذه المنطقه هذه. كذلك باش نكمل ان جماعه بوخنادل فيها مشاريع اخرى ديال التعمير، مشاريع صغرى ماشي بالحجم ديال الضحى ولا الحجم ديال العمران، ولكن مشاريع اخرى اللي مهمه واللي اللي غتجعل من منطقه بوخنادل واحد المنطقه اللي عندها واحد الجاذبيه عقاريه، تمينا يمكن نقولوا هاد الكلمه هذه جاذبيه عقاريه اللي فيها اللي غادي تعن من مدينه بوخنادل المدينه ديال المستقبل، مدينه المستقبل ما فيهاش غير السكن، بالعكس فيها حتى المجال الاقتصادي والصناعي كان من 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 الاولويات في هذاك التصميم تهيئه. اليوم حنا كذلك في واحد في اطار في هذه المناسبه اللي تنتلاقاو معكم عندنا التصميم تهيئه القطاعي اللي تيهم الجانب ديال الحي الصناعي على واحد المساحه تقريبا ديال 300 هكتار اللي كانت جانا من اقتراح من عند باقتراح من وكاله الحضريه ديال الرباط سالا، وكذلك باقتراح ديال المجلس ديال بوخنادل اننا نكون جامعه بوخنادل كتحتوي على واحد الوعاء عقاري مهم، واحد المجال ديال اللي يمكن نخلقوا فيه مشاريع صناعيه واقتصاديه اللي باش ننميو باش ما يكونش بوخنادل غير مكان ديال كما تنقولوا ديما ما يكونش مكان ديال السكن ويكون مكان ديال العيش اللي يمكن ان الناس يسكنوا فيه ويعيشوا فيه ويخدموا فيه ويتمتعوا بكل ما هو مصلحة عمومية. إذا كذلك بوخنادل كانت استفدت في هذه السنوات الأخيرة في إطار واحد الاتفاقية مع وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة وكذلك وزارة الداخلية وبعض شركاء آخرين في إطار تهيئة ديال هذه الجامعة ديال بوخنادل، فيها التهيئة اللي كانت فيها واحد المشروع ديال تهيئة المدخل ديال سيدي بوخنادل اللي تمتد على واحد الماسم الطول ديال 4 الكيلومتر، وكذلك تهيئة ديال الأحياء الناقصة التجهيز في بوخنادل. هذا المشروع اليوم راه تقريبا في 50% من في الإنجاز ديالو،
بقى لنا التهيئه ديال الاحياء ناقصه التجهيز، ولكن مع الاسف هاد الجائحه اللي عافتها بلادنا اضطرتنا اننا نتوقفوا هاد المشاريع هادو في انتظار نعرفوا شنو الضيان الوعيه ديالو البائيه تكون واضحه ويكون اش واقع الشعب يمكن شنو اللي كاين في المستقبل عاد يمكننا نستمروا في هاد المشاريع هادي. بالنسبه للجماعه بقنا من منذ بدايه هاد الولايه ديال 2015 الاخر انتخابات الى اليومين هذا تمكنات في اطار شراكه مع شركاء اخرين فيهم عمالة سالة، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وزاره تجهيز، وزاره ثقافه، اننا تمكننا من خلق بعض المشاريع اللي عندها وقع اجتماعي بدايه عندنا واحد واللي عندها لا في المجال الرياضي ولا في المجال الثقافي. بالنسبه للمجال الرياضي كان الجامعه تمكنت انها تبني جوج ديال المشاريع مهمه لهذه المنطقه هذه، مشروع ديال ملعب كره القدم مواصفات عصريه ومواصفات ديال الجامعه الملكيه ديال كره القدم، وتستافدوا منه الجمعيات ديال الرياضيه ديال سيتي بوخناد وكذلك الجمعيات ديال المنطقه ديال سالا. عندنا كذلك الجامعه تمكنت بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من بناء مسبح بلدي من تيقولوا نصف اولمبي، اليوم راه هو واجد، ولكن مع الاسف ان الاغلاق ديال المسابح البلديه اللي جمع هذه المناسبه ديال الجائحه ضر اننا تاخروا الفتح ديالو. ان شاء الله نتمنوا في السنه المقبله اننا نفتحوه باش يستافدوا منه الساكنه ديال بوقنادلو. عندنا كذلك الجماعه استمكنت من مره اخرى من بناء واحد المسرح، واحد المركب ثقافي تقريبا فيه واحد 200 مقعد، ومسرح ب 200 مقعد اللي يمكن نستافد منه كذلك. غيكون فيه التنشيط الثقافي، تنشيط مسرحي، تنشيط ديال غتكون فيه خزانه ديال متعدده الوسائط، وكذلك بعض الانشطه الجمعويه اللي غادي يستافدوا منها الساكنه ديال بوقنادل وبالاخص الساكنه الشابه في هذه المنطقه هذه. الجامعه كذلك قامت بواحد عدد المشاريع ديال التعليم الاولي في اطار هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وبشراكه مع الجمعيات ديال المجتمع المدني، تمكننا نخلقوا تقريبا واحد جوج ثلاثه اربعه ولا خمسه ديال المشاريع ديال التعليم الاولي. تمكننا تقريبا من واحد اللي فيها تقريبا تستافد منها واحد 1000 ولا 1500 طفل الطاقه الاستيعابيه ديالها بشراكه هذيك مع وزاره التربيه الوطنيه. الجامعه بوقنادل كذلك كان عندها واحد الدور مهم في التنشيط ديال العمل الجمعوي في الجامعه منطقه بوقنادل. الجامعه بوقنادل تحولت توفرت على واحد النسيج جمعوي مهم يتقدر بواحد ما عارف نقول واحد الرقم نقول واحد 25 ولا 30 جمعيه نشيطه لا في المجال الرياضي ولا في المجال الثقافي ولا في المجال الاجتماعي ديال المعاقين ديال النساء. كاين مشروع ديال دار العجزه في بوقنادل اللي كذلك الجماعه سجلته مع مشاركه مع واحد الجمعيه ديال من الخارج واللي استفادت من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. جامعة بوقنادل كذلك اليوم هي بصدد العمل مع السلطات المحلية، شخص السيد العامل والسيد الوالي ووزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة وكذلك شركة ريضال على إعادة التهيئة ديال بعض الأحياء غير المنظمة وبالأخص الماء في الجانب ديال إيصال الماء والإيصال الماء والواد الحار باش هاد الفئة تقريبا اللي كتهم واحد ما يقرب واحد 1500 سكن غير منظم اللي غيستافد من هاد العملية ديال الايصال الماء والتطهير باش يمكن ان نخليو الناس انه يعيشوا في ظروف حسنه وبالاخص في هذه الظروف اللي كنعيشوها اليوم ديال الجائحه. اذا نتمنى ان هذا المشروع ان شاء الله في القريب ان شاء الله غادي يكون واجد. كذلك تنشكر مع السيد العامل ومع السيد الوالي ومع السلطات كلها مجنين باش ان شاء الله نحاول نقضيو على ما يسمى بالبناء الغير المنظم ولا العشوائي في جماعه بوقنادل، واللي الحمد لله خلافا لبعض الجامعات اخرى ما نسميهاش اللي تتعرف واحد الانتشار ديال هذا البناء العشوائي بواحد الطريقه غير سليمه. والجامعة بوقنادل بفضل العمل كتقوم به السلطات والجامعه والناس نحاولوا اننا نتغلبوا على هذا، نحاولوا نحصروا هذه العمليه ديال انتشار هذا البناء غير اللائق باش نجعلوا من بوقنادل ان شاء الله في المستقبل مدينه نظيفه، مدينه ايكولوجيه، مدينه تكون اللي يمكن تلبي كما قلت في الاول، مدينه اللي يمكن
تمثل واحد الفضاء ديال العيش، ماشي غير فضاء السكن، مي فضاء ديال العيش، باش الانسان يمكن ليه يعيش في بوغنادب بلا ما يحتاج يتنقل لمدن اخرى ولا مناطق اخرى. شكرا الاخوان ديال الواقع كاين 36. بالنسبه للمشاكل الجماعات السلاليه في بوغنادب، هي جماعات بوغنادب هي واحد المنطقه اللي كتوفر على تقريبا 5 ولا 6 ديال الجماعات السلاليه ديال عامر. كاين جماعات سلاليه ديال واد السويطه، جماعه سلاليه الحنشه، كاين جماعه سلاليه ديال الزردال، كاين جماعه سلاليه ديال دويسليم، وكاين جماعه سلاليه ديال واد العياش. هادو 5 الجماعات السلاليه اللي منتشرين في المجال ديال الجماعات ديال بوغنادل، باعتبار انهم هادو هما واحد الطرف من الجماعه ديال عامر اللي كتمتد على واحد القدر ما بين قنيطره وما بين سلا. هادو الجماعات اللي كاينين بوغنادل. هاد الجماعات السلاليه ما عندهمش في واقع ماشي مشاكل، عندنا تندبروا واحد الارث اللي ورثته الجماعه على التدبير السابق ديال المجالس الاخرى، وواقع هو ماشي مشكل، ولكن كاين خاصو تدبر في اطار التفاهم، في اطار التعاون ما بين الجماعه كمؤسسه وما بين المؤسسات ديال الجماعات السلاليه اللي اليوم تيعرفوا واحد العمل ديالهم والوضعيه ديالهم، واحد الطفره جديده في اطار القانون الجديد اللي تنظم هذه الجماعات السلاليه. جماعه بوغنادل عندها واحد المشروع اللي كان ورثته على من ورثته على المجلس العماله ديال سالا من 1989، اللي كان تم الموجب ديالو اعاده ايواء الدور الصافح اللي كانت بوغنادل وما يسمى في الوقت في ديك الساعات في كريم بالعروسي، اللي كان بامر من صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه، كان تم اعاده الايواء ديالهم في جانب السكه ديال السكه الحديديه. وبواقع الامور ان هذاك الايواء ديالهم دار فوق ارض ديال الجماعات السلاليه ديال دويسليم وزردال ولاد العياشي. مع الاسف هذاك الملف اللي ورثته الجماعه في 97 في اطار الحسابات الخصوصيه اللي تفوتات من 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 مركز الجماعات، جماعه بوغنادل ورثت هذاك الملف، من ذاك الملف تدورته مع الاسف ما تمش الحل ديال الوضعيه العقاريه ديال ديال الارض اللي كانت في هذا المشروع. وهذا بقى الموضوع مع الاسف ما تحلش شيء، وبقى تيطريني. دونك توصل هاد السنوات الاخيره كان الجامعه تما حاولت ان هذاك المشروع ديال ايواء هذاك كان مشروع انه خصو يترخص من طرف الوزاره، بالفعل رخصناه كجامعه، ترخص في بناء منظم وتيتبنى بالرخص ديالو. الجامعه كذلك تمت بتحفيظ هذاك العقار في سميت هذوك الناس جماعات سلاليه، على اعتبار ان من بعد يتم التفويض ديالو للجماعه ديال سيدي بوغنادل. واللي كان التفويض ديالو كان تفوت بناء على واحد العقد اللي كان قديم دارته الجماعه مع وزاره الداخليه بواحد الثمن ديال 10 دراهم للمتر المربع. فاذا به جماعات وزاره الداخليه في شخص العامل ديال الشؤون القرويه، ذاك العمل الجماعه ما تمكنش انها تخلص هذاك العقار، تم الغاء ذاك العقد البيع واقتراح عقد بيع جديد على معايير جديده. واليوم هذاك الملف الجماعه طلب منها انها دير ملف تقني اللي قامت بالتنفيذ ديالو، ووجدات ملف تقني مع واحد المكتب ديال التوبوغراف، والجماعه دابا الملف كله بما فيه الموافقه ديال نواب الجموع، بما فيه الوضعيه ديال العقار والعدد ديال المستفيدين، العدد ديال البقع اللي ولا البقع اللي تم تخصيصهم لبعض المصالح اما جماعيه او المصالح ديال الدوله، فيها المدارس، المستوصف، الخضراء. تم هذاك الملف تم التفويض ديالو او لا تم التفويض ديالو ماشي التفويض ديالو تم اللي انت وجناه ورسلناه للعامل ديال سالا. اليوم
في اطار هذا القانون الجديد ديال الجامعات السلاليه. السيد العام له هو رئيس مجلس الوصايه الاقليمي اللي وصي على اراضي الجموع في مدينه سهله. بالتالي حنا كننتظروا ان شاء الله يمكن عاد مع هذا الوباء كانت تاخر هذه العمليه تاخرت. تنتمنوا على الله من بعد نهايه هذه الحاله ديال الطوارئ الصحيه اننا السيد العام اللي ياخذ مبادره باش يمكن نبداو فعليا في 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 حل هذا المشكل ما بين الجماعه وما بين الجامعات السلاليه باش الجماعه الوضعية ديالها سليمة بالنسبة للعقار اللي في هذا المشروع، والناس ديال الجامعة السعودية يستافدوا في إطار البيع ديالو، يستافدوا بهذوك المداخل ديال البيع ديال العقار.